طب مثلا هذا عندنا كلاس قدامنا، كيفاش نعرف بعد ما نحي الكلاس من مكانه، فك الكلاس من مكانه، كيفاش نعرف اللي الكلاس هذا فيه جوان كلاس محروق مثلا؟ هذه عندنا ريت الدوره هذه بيضة، الدوره نتاعك دوره الشيميز اللي هي نتاع الشامبر بيضة، هذا معناتها جوان كلاس البارتي هذه لبس عليها، البارتي هذه كيف كيف لبس عليها. هنا ما طبعا الصوره ما تبانش لو نشوفهم بعد، فما علامات هنا نتاع سوس ينجموا يسبوا مستقبلا، اما توا لا، يعني في الحاله هذه اللي هو فيها قدامنا توا ماهوش جوان كلاس ماهوش محروق. نمشيو الصوره اللي بعدها، عندنا هذا كلاس نرجعوا له كيف كيف، هذا عندنا كلاس نظيف لبس عليه، شفتوا هنا هذا ممسوح بكاغط الحرش نظيف لبس عليه، يعني مجهزه صاحبه باش يركبه. عندنا هنا هذا يجينا جوان كلاس، عندنا هذا جوان كلاس، كيفاش نعرفوا جوان كلاس اللي هذا وين الحرقه نتاع الجوان بالضبط كي نشوفوه؟ احنا نزيد نكبروا شويه الصوره، هنا نشوفوا، شوفوا هنا الدوره نتاعنا كيفاش بيضه، الاغلبيه بيضه يعني فيها شويه هو هنا نكته ولا اثنين، اما الاغلبيه بيضه. نجيو هنا نشوفوا، نلقوا شطر بيضه وهنا بدات تكحل شويه وهنا كحله صافي. شفت هنا الماء داخل على البيستون من المكان هذا، لان المكان هذه ريت الثقب هذه كلها تخدم بالماء، هذه الثقب هذه تخدم بالماء. هنا نرجع الكلاسة، شفتوها هنا، هذه المكان هذا حارق جوان كلاس، هذايا لا، تدور الدائر هذايا شويه هو هنا والباقي شويه هو هنا، اما الاغلبيه كلها جوان كلاس محروق من هنا. شفتوه اي الدوره نتاع هي باش تبان بها جوان كلاس محروق ولا لا، في حاله البريسيون في حاله الهواء والدبوزه يبدا فيها هواء، البوتا يبدا فيها هواء من الماء، معناتها جوان كلاس محروق من هنا او مسوس، نجم يكون كلاس هنا مسوس يعني بوري او يعني فيه يعني بوريتير كما نشوفوا. هذا زاد كيف كيف دور الدائر لابس عليها، فما هنا داخل الماء، علاش داخل الماء؟ لان جوان كلاس سوس، نجم يكون الكلاس سوس معاه. هذه حالة اخرى اللي هي هنا في الكلاس هذايا مثلا، نجي نشوفوا هنا الكلاس هذايا مثلا، هذايا كلاس ايسونس اللي هو 205 او 106 او يعني النور هذيك، هذه الدوائر نتاعو كلها سليمه، شفتوها الدوائر كلها نتاعها سليمه، ما عندوش جوان كلاس محروق، هذا ما عندوش جوان كلاس محروق بتاتا، لان ما فيش حتى مكان اكحل، يعني كل ما في الامر يعني جوان كلاس قديم يعني ومولاها فك الكلاس على يعني على شيء اخر، ويعني حب شيء غير ان هنا ريت حتى اللي شومبر نتاعنا نتاع الحرقان يعني فما هذه شويه فيها، هذه ينجم يكون فيها سيباب محروقه او حاجه، هذوما كلهم بيض لبس عليهم، اما مش ماء، هذه حاله اخرى. هذايا تو عندنا جوان كلاس محروق، هذا كيفاش محروق جوان كلاس؟ محروق ما بين الشيميز والشيميز، ما بين البيستون والبيستون، شفتوه؟ هذا محروق ومن هنا زاد تهرى، هنا كلاس جوان كلاس تهرى، لان كلاس تلقاه مسوس، شفتوا؟ هنا اللي نقطع، هنا اللي نقطع جوان كلاس، هنا شفتوا؟ هنا تقطع ما عادش فيها جوان، خاطر علاش هذا؟ من كثر المدة اللي موجود فيها الجوان هذايا في وسط السيارة هو اللي خلاها يعني تعمل هيك تحرق هذا. تعمل هنا كيف كيف؟ ما تو من بعد نقول لكم كيفاش شنو هو الحالات اللي نجم تخرج فيها كلاس وشنو هو الحالات اللي مش لازم تخرج فيها كلاس. كما حالة كما هذه لابد من مسحان الكلاس، حالة كما هذه لأن حارق في كل مكان. لابد من مسحان الكلاس، ناخذ الكلاس التورنور ويقيس البيسور نتاعو، اذا كان البيسور نتاعو مازال يسمح باش يتخرط يخرطو ويرجع جوان كلاس، ماذا به اذا كان فما امكانيه في جوان كلاس ما اخشن من هذا يركب جوان كلاس ما اخشن من هذا. نجيو للحاله اللي بعدها، هذا مثلا عندنا جوان كلاس هذا كيف كيف محروق من عده اماكن، هذا تقريبا نتاع ارزنا في مازوت، هذا شفت محروق من هنا ما بين البيستون والبيستون، هنا ما بين كيف كيف ما بين البيستون والبيستون، هنا كيف كيف، وهنا بعض اماكن محروقه، يعني كلاس يعني فيه ديبي جوان في كل مكان. هذا شفتوه، هذا كل ما هو كان السيركل ماهوش ابيض صافي كل ما كان الجوان محروق. نجيو هذا هنا كلاس، عندنا كلاس قديم هنا في الصوره، شوفوه هنا
كيفاش الاماكن اللي هما تحرق فيها الجوا. شوفوا كي دخلت عليها نقل عليها الماء وبدا باش يسوس، بدا هنا ياكل السوس، تبدا ياكل السوس بدا يسوس، بدا ما عادش يعني يولي الكلاس هذايا يتمسح ويتشاف. اذا كان تمسح وطبع الدور الدائر ولا باس ينجم يرجع، واذا كان ما طبعش ما عادش ما عادش يرجع. هذايا كيف كيف عندنا بلوك حارقه، هذه بلاصه جوا حارقه، هذه هنا حارقه جوان كلاس، هذه من هنا كيف كيف، يعني هذوما كل علامات نتاع جوان كلاس محروق. الانسان يعرف بهم جوان كلاس محروق اللي هما الحاجات هذوما من فما دوائر من فما الاكحوليه، لان الدخان داخل على الماء. هذا مثلا جوان كلاس جديد لبس عليه مازال ما ركبش، شفتوه الدوائر نتاعو كيش يبدو بيض يلمعوا، يعني قاعدين كما هما كانهم يعني هكا. اذا كان جبت الكلاس جوان ولقيت كل الدوائر هكا لبس عليها، هذا مش لازم تخرطه، يعني بدل الجوان نتاعك امسح الكلاس والكلاس طلع مليح، خذ له لوحه مستويه وامشي ويجي وامشي ويجي باللوحه بكاغط يعني ميل او يعني يعني يكون ما يكونش خشين برشا، وتنجم تمسح بلوحه مستويه وتمشي وتجي لين ينظف. هذا جوان كلاس تاعو نورمال، مثلا الدوائر نتاعو نورمال. نجيو لهذايا بلوك، هذايا بلوك الجوان كلاس تحرق لين ندخل الماء على الشيميز وعلى البيستون خلاها تصدد، هذايا يعني مولاها خاطر ما سعفهاش في ساعة. ينجم يتبلوك وينجم يتبلوكاش. هذا توا هنا تشوفون هنا، هنا شفت كيش عمل المكان هذايا محروق، هذايا كيف كيف حارقين، هذا محروق من هنا، يعني الموتور هذايا حارق جوان كلاس، يعني خاطر تلقى الكلاس نتاعو سوس. وكلها في اللونسيان موديل، هاو لاحظوا يعني توا نوري فيكم انا في الصور، ما تلقاش في النوفو موديل يعني حاجه كيما هكا كون جوان كلاس محروق ولا تلقى كلاس مسوس، ما تلقاش جوان كلاس محروق، لان في النوفو موديل ما يحرقش جوان كلاس. هذايا تو مثلا هذايا في الحاله هذه يلزموا هديه، ريت هديه الشيميز هديه، اما ياخذ كارت احرش ميل دي سون ولا ياخذ الميتال هكا الجاكس اللي يقصوا به المعون في كوجينا في البيت، يعني في المطبخ نتاع يقصوا به مواعين الاكل في المطبخ اسمه اجاكس، هو يعني رهيف كي التل، يعني اما يعني رهيف بكل هكا تنجم تلمع به المكان بعد ما تنظف كارت الحرش بلاصه الشيميز، تنظف به المكان وحتى البيستون وكله تنظفه. ماذا بيكم الكربون هذا اللي فوق البيستون ما تحاولوش تنحوه، خلوه خاطر يعني خادم البيستون هذا ومربي الكربون هذا خلوه ما نحوش، خاطر باش ما يعني يقعد نفس الشامبر ديما هو نفسه، باش ما خاطر اذا كان باش نحي هذا لازم تنحي اللي في السباب، وعمليه تخليه احسن يعني نحي كان البلايص. وهذه من بعد حتى انا في الديماراج في التخدم ما حبش تخدم تنجم تخدمها رب شوي بشوي، تصب لها شويه زيت هنا، تدهن هذا بشويه زيت، تدهنهم شويه زيت باش فيسا يعمل كومبريسيون باش يخدم لك فيسا المحرك. هذا كيف كذلك نموذج نتاع كلاس اللي هو هنا نشوفوا الدور الداير، هنا مش حارق جوا لاباس عليه، هذا الدور الداير هنا كيف كيف يعني ماهوش حارق، يعني بصفه كلها يعني يعني متاكل بصفه يعني عاديه اللي هي نتاع الاستعمال ماهوش حارق. هنا عندنا كلاس هذايا مثلا نجي نشوفوه، كلاس هذايا هي مكسره فيه سباب لا محاله، لكن في نفس الوقت عنده مكان يدخل منه الماء كلاس هذايا، لازم هنا يردوا بالنا اذا كان فما ماء دخل من هنا معناتها هو اللي كان سبب، ينجم يكون سبب في تكسير السباب لانه يدخل الماء تكون سيها، وينجم يكون لا. انتوا شفتوا لي شامبر كلهم هنا كحل بون عليهم شويه زيت، اما هنا وصلت لي نشاحت وكسرت كعبة سيبا ودبنا على حاجة تالي. هذا بلوك زاد نظيف مازال يعني يكون مش خادم برشا، أما حارق جوان كلاس من هنا من اليسار شفتو حارق من هنا، حارق من هنا من الجناب، يعني فيه حرقان في كل في الأماكن الكل. هذا جوان هذا كيف كيف هو نفسه حارق زاد كيف كيف. شوفوا هنا السيركل نتاع البيت هذية الشامبر هذه نتاع البيستون نظيفه بيضه، وهذه الشامبر هذه نظيفه بيضه يعني مش حارقه، انما اللي حارقه وشويه هنا وشويه هنا من هنا من الجهه هذه. هذه مثلا جوان كلاس حاله اخرى، هذه الحاله هذه يعني كونها تحرق ما بين الشامبر
الدي والتروا اللي هو في الوسط هذا ينجم يكون كلاس تعوج، هذا لابد من خرطانه الكلاس هذا، لابد يعني ضروري الكلاس هذا يتهز للتورنير وتمسح باش تبدل الجوان، خاطر المكان هذا ينجم يكون سبب في عوج الكلاس، خاطر هذا حالك حالك ما هيك نجم تكون سبب في عوج الكلاس، خاطر هذه هي ما عملت الديفو هذا الا ما يكون الكلاس هنا اما سوس ولا معوج من الاول. هذا كيف كيف جوان كلاس عادي اللي هو فيه شامبر محروقه اللي هي المكان هذا اظني وريته لكم في الاول معوض. ان شاء الله تفيدكم العمليه هذه وتستفادوا منها، وهكا كل ما يسالني حد سؤال نحاول نجيب صور ونشرح عليها، وتو نحاول اذا كان نجمت نعمل فيديو زاده عليها على اذا كان عندي كلاس وجوان كلاس محروق نعمل فيديو عليها ونفهمكم اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.